مساء الفل والهنا. زمان قوي، مش قوي قوي يعني، بس قوي حتة، كنت ايه، جالي اوردر لأروح أقابل الأستاذ حسن الإمام، فأنا وإجلال زكي. فإيه ده؟ فروحنا كده، فقالوا لنا ده أنتوا هتعملوا فيلم اسمه وانتهى الحب مع الأستاذ محمود ياسين والنجمة الجديدة اللي لسه كده زي اللوز بتتقشر، اللي اسمها هتعرفوه دلوقتي. فإيه، رحت الاستوديو. طبعا أنا دوري قد كده، فلا ادوني سيناريو ولا أي حاجة، أحمد ربي إن يعني هطلع معاهم. فدخلت البلاتو، لقيت حاجة، قطة سيامي كده قاعدة حلو قوي. مين دي؟ قالوا دي ميرفت أمين، ظهرها أزرق. هو أنا همثل مع الحلوة دي؟ دي رخيبة، ده احنا هنطلع انا واجلال بقع ذوق سودا جنبها كده من الاشعاع اللي هي قاعده عاملاه ده. طب ايه بقى، ابتدينا نتقرب شويه كده، فبقول لها هاي وبتاع، قالت لي هاي هاو ار يو، مش عارفه. قلت الله لا لا، دي بتورتون انجليزي حلو قوي الكلام ده. مفيش خمس ثواني وكنا متصاحبين صحوبيه فظيعه، وابتدينا نشتغل مع بعض. انا صديقه البطله وهي البطله في فيلم وانتهى الحب. هذه الحلوة ربنا حباها بجمال من عنده، وحباها بجمال في قلبها من عنده، وحباها بحب الناس برضو من عنده وبموهبة. اشتغلت بيهم ازاي؟ خططت لحياتها ازاي؟ راحت فين وجت منين؟ وقفت قدام عمالقة شكلهم ايه؟ ده اللي مخها وحظها ساقوها ليه. حقيقه انها رغم الحلاوه الا انها عملت ادوار مهمه جدا في تاريخ السينما المصريه، اللي احنا بنقول لها دلوقتي انت عملتي حبه حلوين، قدامك لسه ثلاث حبات حلوين، مش عاوزين كسل، وان شاء الله لما السينما تقوم كده على حيلها لازم تكون انت اول حد جندي من الجنود اللي بنكمل كلنا المشوار والرحله. الحلوه ميرفت امين. طب اقول لك ايه بعد كل الكلام ده؟ قولي لي. انا بتكسف جدا على فكره. انا عارفه 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 وبعدين انا مش عارفه اتكلم معاكي يعني. ليه؟ يعني عايزه اقول لهم ايه، اطفوا الكاميرات، احنا هنقعد مع بعض نتكلم. هو احنا هنقعد مع بعض، هو اكشولي احنا بنقعد مع بعض وبنعزم الناس تيجي تقعد معانا، والناس بتحس ان هم قاعدين معانا على الكنبه، ولا في اي حاجه. ولو عايزه تتربعي اتربعي، ولو عايزه تعملي اللي انت عايزاه. يعني لو الجزمه وجعتني اقلعها. ارجوك اعملي كده وانا وراكي على طول. شوفي بقى يا ستي، انا تصدقي بقى واحنا بنقرا البيوجرافي بتاعك اكتشفت انك مولوده في المنيا. مولوده المنيا. وان الاب لوحدي. ازاي بقى؟ يعني بابايا قاهري ومامي اسكتلنداي. بس اول ما راح يعمل البراكتس بتاعه هناك كان في المنيا، فانا فقسوني هناك. لكن ما عشتيش في المنيا سنتين يعني. بس يعني جيتي وانت بيبي سنتين وانا بصور. كان زوجة راجل مهم كان في المنيا. عودة الى الموطن بقى. فكانت طبعا اول مرة اروح من زمان قوي، يعني ما رحتش يعني من وانا سنتين ما رحتهاش. فالمهم احنا بنصور في شقة في بيت كده. فلقيتهم بعتين لي بيقولوا لي الدكتور اللي ولد مامتك فيكي في العمارة اللي جنبك. يا سلام. شوفي شوفي الدنيا بتبقى صغيره. قوي. فرحت شوف قابلته بقى وبتاع. كنتش عارفه شكله ايه طبعا ولا اي حاجه. ولا نسيت. ولا حصل. لا يعني انا مثلا الدكتور اللي ولدني في ابني فضل صاحبنا علشان بيعتبر نفسه ابو الروحي للابن. يعني ده كان في المنيا. فده طبعا ما شفت. انا ما شفتش مثلا اللي ولدتني دي ولا اعرف عنها حاجه، كانت دكتوره. يلا الحمد لله. طيب جيتوا من المنيا، انت ما رحتيش بقى اسكتلندا خالص؟ كنت صغيره برضه. لكن رحتي. يعني رحتي مع ماما، بقت كانت بتعمل زيارات عائليه لاسكتلندا. طيب ومثلتي قبل ما تمثلي باحتراف، عملتي حاجه وانت في الدراسه؟ عملت حاجه في الجامعه. حاجه يا طالع الشجره كده. يا طالع الشجره. صح. دي عملتيها ازاي؟ وكان المفروض، مش انا فاكره، كان المفروض اللي انا فاكراه ان كان المفروض المسرح يطفي. وانا بتسلل عشان اخرج وراح منور. فاتقفشت يعني. الدنيا باظت يعني كمان. طيب
برضو في البدايات ما بقوش الناس ايه مش متاكدين من المعلومه، هل اللي اكتشفك احمد مظهر ولا مين؟ احكي لي بقى الحكايه دي بالظبط. حكايه بالتفصيل الممل. كان ليا قريب والدي كان مدير استوديو جلال. وانا ما فيش اي نوايا تمثيليه بالمره يعني خالص، يعني مش في دماغي خالص. وبجيب الصور بتاعت كان في زمان في صور ممثلين الاجانب. طبعا كبيره كده طبعا، بوسترات على الحيطه. كنت بلزقها في الحيطه وجوه الدولاب ومخرمه الحيطان بالبتاع ده. وانا مبوظه الدنيا برضو كلها. وبعدين جه قال لي تحبي تيجي تتفرجي على تصوير فيلم وبتاع؟ قلت له طيب. فرحت قعدت في الاستوديو، كانوا بيصوروا كان رجي اباظه واحمد رمزي ومين تاني وشريفه ماهر. فقعدوني على كرسي وقالوا لي ما تفتحيش بقك. فقعدت ساكته بتفرج يعني وكده. وبعدين جم سلموا وقالوا لي تعالي سلمي عليهم، سلمت عليهم وبتاع ورجعت قعدت مكاني كده اتفرجت شويه وروحت. خلاص وعدت. جه احمد مظهر بعد كده بيدور على حد عشان يعمل الفيلم بتاعه اللي هو اسمه نفوس حائره. ايوه. فاحمد رمزي قال له في واحده جت مع قريبها فلان وشكلها مش بطال بس انا ما اعرفش اسمها ايه. فاتصلوا بيه وهو راح حكى لمامتي الله يرحمها وبابايا الله يرحمه برضه وقتها. فقعدوا مع بعض فكروا قالوا هي لو عرفت ان احنا مثلا قلنا لا ممكن تفتكر انها كان ممكن تبقى حاجه كبيره قوي واحنا اللي قلنا لا او وقفنا بقى في طريقها. وقفنا في طريقها. فهي غالبا هي مالهاش في الشغلانه خالص فهو هيبقى ده وهترجع تاني. بس هي دي فاشتغلتي نفوس حائره. اشتغلت اول حاجه نفوس حائره. اتفضلي استريحي. ايوه ستي ايه الحال؟ دراعي اليمين يا دكتور ما بقدرش احرك. ايوه صحيح انت قلتي لي حاجه زي دي في التليفون بس مش يمكن دي حاله اعصاب او حاله بطنيه؟ انا كشفت ما طلعش عندي اي مرض عضوي. كشفتي عند مين؟ عند الدكتور فياض. واكد لك ان دراعك سليم؟ وقال لي كمان ان دي لازم حاله نفسيه. تبقى لازم حاله نفسيه. بس انا اسف قوي يا انسه ليلى انا ما عنديش جلسات فاضيه في الوقت الحالي انما زميلي بل استاذي الدكتور مصطفى ما. يا دكتور انا واثقه فيك انت ومش مطمئنه لحد غيرك. وايه سبب الاطمئنان؟ والله ما اعرفش مجرد احساس قوي. واذا انت ما قبلتش تعالجني مش هتعالج عند حد. طب اعمل ايه بس؟ الفروسيه مش انك تركب خيل، الفروسيه اخلاق. واحمد مظهر كان فارس في الحقيقه وفي السينما، من سلاح الفرسان ومشارك في تنظيم الضباط الأحرار لشاشة السينما. طول عمره في حاله، مركز في شغله، مثال للراجل الملتزم والفنان المجتهد. أحمد مظهر عاش فارس ومات فارس. ده أنا أموت بالضحك والفرقشة. طيب بعد كده بقى إيه اللي وداكي إحنا إيه من نفوس حائرة رحنا على الخطايا ولا على أبي فوق الشجرة؟ على إيه؟ في النص القضية 68. يا شيخة الله، فاحنا انتشرنا بقى. نجحنا وانتشرنا. لا جربت في الناس بس. لغاية ما انت في نفوس حائرة. يعني هنقول ان مثلا اول قامة شفتيها كان احمد مظهر. هل ساب عندك علامات قبل ما ننقل من المرحلة بتاعته؟ يعني اكيد يعني هو السبب ان انا اشتغلت يعني. يعني هو اللي جابني في يعني السبب الرئيسي كان رمزي. اللي هو ما كانش فاكر اسمي بس. السبب الرئيسي طبعا اللي هو اداني اول فرصه ليا. ساب في يعني اتعلمتي حاجه ساب حاجه؟ اصل احنا يعني الرحله اللي عملتيها لحد النهارده فيها محطات كتير فيها. يعني انا ساعات اقول ايه، والله لسه كنت بقول لسمير غانم الكلام ده، بقول له الواحد ساعات يسرح كده مش مصدق انه كان عايش في زمن سعاد حسني. أيوة. يعني في ناس في حياة الواحد مرت بيرجع يقول يا لهوي أنا لو كنت أعرف ساعتها كنت مش عارف عملت إيه، فاهمة؟ فأحمد مظهر في الحتة دي واتنقلتي بقى ما وقفتيش كتير. لا ما وقفتيش كتير عنده. روح عملت على الشخصية 68. حلو قوي، فكريني بقى ب 68. ده كان حسن يوسف
وكان اخراج صلاح ابو سيف. صلاح ابو سيف طص كده تاني فيلم؟ ايوه. يا لهوي ياما، شفتي ازاي اترشحتي له ازاي؟ رمسيس نجيب. ايوان اهو، ادي محطه، ادي محطه. رمسيس نجيب شافك في فيلم احمد نظر، فراح وجايبني في القضيه 68. طيب انت طبعا مدركه ان رمسيس نجيب لما يحط عينه على حد بيبقى الحد ده بقى عنده في فريره قدامه؟ لا انا عايزه اقول لك يعني في فتره كده في اول الافلام ما كنتش مدركه قوي اهميه دول؟ الحدث حتى عارفه، لان بقول لك انا شيء مش في دماغي خالص. خالص. دماغي اما كوره والرياضه مش في دماغي دي. الإنتاج مش إنك تصرف فلوس وتقول أنا منتج، ولا تعمل أي أفلام وتقول دي أفلامي. رمسيس نجيب كان منتج حقيقي، بيكتشف نجمات ونجوم، بيقدم أفلام جريئة ومتنقية على الفرازة. كان مجرد وجود اسمه على التيتر شهادة جودة للفيلم. ده كان في زمن السينما فيه كانت المصدر التاني للدخل القومي. كانت أيام وعهد الله حلوة. اللي بعدها بقى ده كان تأشيرة. أيوة. لا. المهمة قوي في حياتي. أيوة قولي لي بقى، هو ده المحطة الخطيرة؟ الخطيرة بقى. كان الحاج وحيد بيصور نفوس حائر. حاج وحيد فريد شيخ. أيوة. مدير التصوير. فقال لي هتيجي تقابلي عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. يعني شوفي شوفي الـ 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 الهول. ليه يا حاج؟ عشان الاستاذ حسين كمال هيقابلوك هناك عنده. عشان فيلم ابي فوق الشجر. انا الحظ لعب معايا كتير قوي. الحمد لله كتير. يعني الحمد لله، يعني اكتر من اي حاجه تانية. ده ما اقول انا محظوظه. الحمد لله ربنا يديمي عليك. فروحت ومش في دماغي فيلم ولا 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 دماغي. ما انت راح تقابلي عبد الحليم. راح اقابل عبد الحليم بس. فروحت في اوضه مكتبه. كان حسين كمال قاعد كده قدامي. هو كان قاعد على مكتبه. عبد الحليم والحاج وحيد فريد كان قاعد الناحيه الثانيه، وهما بيتكلموا انا مش سامعاهم اساسا. يعني انا بقى عامله كده عارفه، اللي هو مش مهم اشتغل ما اشتغل، مش مهم مسنحة، مش هتفرق كتير يعني ان انا اشتغل او مش. ففضلت واقفه بصره مش سامعه اي حد بيقول اي حاجه خالص يعني. وبعدين اشتغلت زار. كان يعني كان الابروفل ان هو الموافقه ان انا اشتغل، انه يشوفك هو يشوفني ويقتنع ان انا اللي هبقى امال. وعملت الفيلم. استني بس، وعملت الفيلم انت هتاكلينا في الكلام؟ لا لا مش هاكلك. حاجه قاعده مسنحه لعبد الحليم هو مثلا ابدا موافقه؟ قال على بركه الله يا بنتي؟ يعني اعمل ايه عشان تبقي اوكي؟ هو كان بيتكلم هو وحسين. بقول لك انا مش سامعاهم. انت مش مصدقاني؟ انا مش سامع حد خالص. خالص. انا فوكس على عبد الحليم ومش مفيش حد تاني موجود في الاوضه. وبعدين ف اذ فوجئتي انك انت بطلة إن الفيلم؟ لا كانت مدام نجا لطفي طبعا. طبعا كنت عامله البوبيت الصغنونه الاماراي. دقوا الشمازين، دقوا الشمازين، دقوا الشمازين من دوحة حاجة الأبازين. دقوا 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 الشمازين، دقوا 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 الشمازين. عبد الحليم حافظ كان أسطورة، حالة صعب تتكرر تاني. وفيلم أبي فوق الشجرة فيلم صعب نعمله تاني. فيلم مبهج بس صادم، فيلم غنائي بس ممكن تفكر فيه وتقول إحنا وصلنا لكده ليه؟ أبي فوق الشجرة فيلم عايش في سينمات الدرجة الثالثة لحد النهاردة، بس ميت على شاشة تلفزيوننا المصري. والسبب الرقابة. شمازين.
يا لهوي ياما يا دي النصيب، يعني ما قلتيش حاجات من دي؟ لا 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 قدام الراجل، لا قلتها بس بالانجليزي. ايوه ما انت ساعتها خواجايه اللي هو او ماي جاد او ماي جاد حاجات كده يعني يا خبر مش قادره اخبط عشان الميكروفون بس. عبد الحليم حافظ قاعد يحبك في الفيلم ويغني لي وبيغني لك يعني انت ده كانها دلوقتي على فكره انا حاسه بيها كانها حالا دلوقتي راحه. ده انا كان في اغنيه زياده في الفيلم بس اتشالت. لا يا شيخ، كان في اول الفيلم كان هو بيفتح كده البوم وبيتفرج على صورنا واحنا مش عارفه بيزقني بمرجيحه واحنا بنلعب صلح واحنا ما اعرفش ايه، كان اسمها اعز الناس. اعز الناس اتشالت من الفيلم؟ اتشالت لان الاغاني كانت كتير فقالوا دي هتبقى كتير، دي كانت نازله على الـ على الـ طيب صح. اول مشهد بتحبيه انت بقى يعني عاطفيه يعني ده عملتيه ازاي في الفيلم ده؟ ايوه امال يعني في الاغاني انا كنت مستمتعه قوي ان هو بيغني لي يعني. وانت شايفه نفسك قاعده تعملي الحاجات اللي بيعملوها كانت مريم فخر الدين بقى وفاتن حمامه وكده بتعمليها انت؟ اصل اللي بيغني بيغني خلاص يعني عنده حاجه. المسكين بقى اللي بيبقى قدام اللي بيغني ده اللي يعني بيخلص كل حاجاته يعني مره مبسوط ومره بيهز راسه طب وبعدين وبعد والاغاني بتبقى إيه تاني؟ طويله هيعمل ايه تاني يعني بعد كده. أيوة. بس يمكن اللي كانت اسهل كانت يا خلي القلب لان كان فيها يعني انت على حاجات وبتعملي حاجات مشغوله في حاجات ثانيه ملبوخه في حاجه ثانيه يعني غير ما تقعدي تسبلي قاعده وبتسبلي خلصتي كل الحاجات اللي عندك مش لاقي حاجه ثانيه تعمليها. واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه يرضيك نحب ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب بالحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده. طب احضريني بقى ها ادي البلاج لا ما تقولي ليش ايه ما انا عايز اعرف اتصور ازاي. كان في فرقة رضا كانت بترقص في على البيتش على البيتش كده و اتصورت في كتير قوي الاغنيه دي اكيد اخذت وقت طويل كتير قوي لان كان فيها كذا كذا كوبلين كل حد بيطلع يقول حاجه وبتاع وانا ما كنتش بقول حاجه انت طبعا بتعبري واقفه في الخلفيه بعمل كده وكده. والتمارين بقى وبروفات الرقصه ومش بروفات الرقصه لا انا ما كنتش في الرقصه هم عاملين ايوه هم بيشتغلوا كتير قوي قعدتوا مثلا ايه 3 ايام تقريبا يا لهوي صوروا فيها والاغنيه اللي قعدوا صوروا فيها كتير قوي اللي انا ما كنتش فيها اللي هي احضان الحبايب دي لانها كانت وقت الغروب فكل يوم يروحوا يظبطوا الغروب شويه ويروحوا الناس لو تعرف المعاناه بتاعت الحاجات دي طب الوقتها على البلاج ده لو انتوا بتعملوا كل الاستعراضات دي والغنى والرقص والشمسي والمش عارفه ايه الناس كانت متعاونه ولا كانت سائله لا كانت متعاونه لا زمان الناس كانت متعاونه جدا يعني كان على بلاج ايه منتزه منتزه شويه رايق برضو كان وقتها 3 ايام تصوير يا لهوي قابل بلاش يا قابل عاشق وجبي فاضي بتحبها حب عبادة وهي زي وزيادة وقالها واحد يخطبها أبوها وافق كالعادة أبوها وافق كالعادة من مسرح العرايش نور سالك وصمان وطفى وجري بيها
علشان حرية حرية مش أخلص من البيت والجمع ومراتي تتحكم فيا أما أنا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد وانا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد شططنا شططنا وبيت مشاكلنا عادي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي تتأجل للصيف الماضي